بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أرحب بكم مجدداً تلاميذي تلميذاتي في درس جديد ضمن مكوني الإملاء، فتابعوا معي. تلاميذتي، تعرفنا في درس سابق على الاسم المقصور. فماذا كان الاسم المقصور؟ الاسم المقصور هو الاسم الذي ينتهي بالألف. هذه الألف تكون أصلية، وهذه الألف قد تكون ممدودة مثل العصا، وقد تكون مقصورة مثل الفتى. الآن أدعوكم إلى، بعد هذا التذكير، إلى ملاحظة الأمثلة الآتية. سألت نجوى الأستاذ: رمى مصطفى الكرة إلى الأعلى، أنا أملك عصا قوية. ركزوا معي على الأسماء التي انتهت بالألف: نجوى، رمى، عصا، الأعلى. لدينا هنا مجموعة من الكلمات كلها انتهت بألف، وهذه الألف كما تلاحظون هناك ألف مقصورة وهناك ألف ممدودة. وهذا هو موضوعنا في درسي اليوم، متى تكتب الألف مقصورة ومتى تكتب الألف ممدودة. وهذه الألف نسميها بالألف اللينة. إذن موضوعنا اليوم هو الألف اللينة مقصورة وممدودة. ولتعرف أكثر كيف متى تكتب هذه الألف لينة مقصورة ومتى تكتب ممدودة، سننطلق من نص الموجود صفحة 188، فتابعوا معي. سأقرأ النص. الحجاج بن يوسف: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع الإمامة تعرف؟ سألت نجوى أستاذها: من قال هذا يا أستاذ؟ رد الأستاذ: إنه كلام منسوب للحجاج بن يوسف الثقفي، أتمنى أن تقرأوا خطوته. لقد تلاها على من عصى وخرج عن الطاعة وآتي فغوى، واستهل كلامه بهذا، وتوعد حتى أشفى غليله، لأنه يؤمن بخرافة العصا لمن عصى. كان النص يتحدث عن شخصية تاريخية كانت تحكم، فهذا جزء من خطابها، الحجاج بن يوسف. موضوعنا هو أن نركز على الكلمات التي انتهت بألف لينة، ومن هذا النص استخرجنا مجموعة من الكلمات وهي كالآتي: أولا لدينا أنا، جلا، ثنايا، متى، نجوى، هذا، العصا، إضافة إلى الفتى التي أضفتها ضمن المجموعة. لاحظوا معي هذه الكلمات، ما نوعها؟ أي قسم من أقسام الكلمة؟ إنها أسماء. كما تلاحظون أن هذه الأسماء كتبت بألف لينة مقصورة وأيضا بألف لينة ممدودة. إضافة إلى هذه المجموعة لدي مجموعة أخرى وهي كالآتي: تمنى، تلا، عصى، غوى، أشفى، وأحيا. هذه الكلمات ما نوعها؟ إنها أفعال، وهذه الأفعال أيضا كتبت بالألف اللينة مقصورة وممدودة. ثم لدينا المجموعة الأخيرة وهي إلى، على، ما، إلا. ما نوعها؟ إنها، أكيد توصلتم إلى جواب، إنها حروف. إذن من هذا، من هذه الملاحظة ومن هذه المقارنة، نصل إلى الاستنتاج الأول لهذا الدرس، وهو كالآتي: أن الألف اللينة تكتب في آخر الأسماء والأفعال والحروف. لدينا في المجموعة الأولى أسماء كتبت بألف لينة، وأيضا في المجموعة الثانية أفعال، وفي المجموعة الثالثة حروف. وهذه الألف تكتب كما تلاحظون مقصورة وممدودة. لكن ما السبب؟ لماذا كتبت مقصورة ولماذا كتبت ممدودة؟ الإجابة عن هذا التساؤل سيكون في درسنا هذا ضمن الآتي. لاحظوا معي، سنسير كلمة كلمة لتعرف رسم الألف اللينة وأيضا التعليل، السبب الذي جعلنا نكتبها على ذلك الشكل. لاحظوا معي، العصا هو اسم ثلاثي، عصا دون ألف ولام بطبيعة الحال. وفي هذا الاسم كيف كتبت الألف؟ كتبت الألف لينة ممدودة. لماذا؟ لأن أصلها
وكيف نعرف أصلها؟ بتحويلها إلى المثنى، لأنه اسم المثنى العصا هو العصوان. كما نلاحظ انقلبت تلك الألف واو، صارت واو. إذن دائما يجب أن نحوله إلى المثنى. بينما في المثال الثاني الفتى هو اسم ثلاثي كذلك، لكن هنا كتبت الألف اللينة، كيف كتبت؟ مقصورة. لماذا؟ لأن أصلها ياء، نحول المثنى فتصير الفتيان، إذا انقلبت ألف ياء. بينما في الكلمة الثالثة رمى هو فعل، إذن هذا الفعل هو أيضا فعل ثلاثي. كيف كتبت الألف؟ كتبت الألف اللينة مقصورة. لماذا؟ لأن أصلها ياء، يرمي، لأن في المثالين الأول والثاني حولنا الاسم إلى المثنى، لكن في الفعل نحوله إلى المضارع، ومن الأفضل لو نحوله إلى المضارع المثنى، فنقول هما يرميان. لماذا؟ لغاية واحدة، وهي لكون بعض الأفعال حتى وإن حولناها إلى المضارع هو لا يظهر أصلها. مثلا رعى سنقول هو يرعى، ولكن لو قلنا هو هما يرعيان، إذا هنا سنلاحظ أن تلك الألف انقلبت ياء. تلا كذلك هو فعل ثلاثي، لكن هنا الألف كتبت ممدودة. لماذا السؤال؟ لأن أصلها واو في المضارع يتلو، إذا انقلبت واو. إذا انطلاقا من هذه الأمثلة الأربعة نستنتج استنتاجا ثاني، وهو ماذا؟ أن الألف لينة تكتب ممدودة إذا كان أصلها واو، الاسم نحوله إلى المثنى والفعل نحوله إلى المضارع، وتكتب مقصورة إذا كان أصلها ياء. الأمر واضح؟ الآن سنتابع. لدينا تمنى وفعل، والفعل يختلف، فعل غير ثلاثي. إذا هنا كيف كتبت الألف؟ كتبت الألف لينة مقصورة. لماذا مقصورة؟ لأنها غير مسبوقة بياء. هنا لا داعي أن نحول المضارع، يكفي أنها غير مسبوقة بياء فتكتب مقصورة. بينما في فعل أحياء هو كذلك فعل غير ثلاثي، وكتبت الألف كيف؟ كتبت ممدودة. لماذا؟ لأنها مسبوقة بياء. ثنايا هو اسم فوق ثلاثي، يعني اسم به أكثر من ثلاثة أحرف، وكتبت الألف لينة ممدودة كذلك لأنها مسبوقة بياء. مصطفى هو أيضا اسم فوق ثلاثي، كتبت الألف لينة مقصورة. لماذا؟ لأنها غير مسبوقة بياء. سنقف هنا. انطلاقا من الأمثلة الأربعة كذلك أنها مجموعة ثانية، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الاسم والفعل فوق الثلاثي أكثر من ثلاث أحرف تكتب الألف اللينة مقصورة متى؟ إذا كانت غير مسبوقة بياء، وتكتب ممدودة متى؟ إذا كانت مسبوقة بياء. هذا فيما يخص الاسم والفعل غير الثلاثي. أما في الاسم والفعل الثلاثي فهنا يجب أن تكتب حسب أصلها، فإذا كان أصلها واو تكتب ممدودة، وإذا كان أصلها ياء تكتب مقصورة. لكن في غير الثلاثي فإن كانت مسبوقة بياء تكتب مقصورة، عفوا ممدودة، وإذا كانت غير مسبوقة بياء تكتب ممدودة. إذن هنا نواصل إلى المثال الموالي. إلى هنا ليس بفعل واسم، وإنما هو حرف، لأن هنا الحروف التي تكتب فيها الألف لينة مقصورة، يعني هناك مجموعة من الحروف التي تكتب بها الألف لينة مقصورة، وهناك مجموعة من الحروف التي تكتب بها الألف لينة ممدودة مثل آ. ثم لدينا المثال الأخير وهو موسى، هذا اسم، لكن هنا لن ننظر إلى كونه ثلاثي أو غير ثلاثي، أنه اسم أعجمي، اسم ليس مشتق، ليس عربي، هو اسم لشخص للأسماء الأنبياء التي هي أسماء أعجمية. هنا تكتب فيها الأسماء تكتب فيها الألف لينة مقصورة. ممكن أن نعطي أمثلة أخرى مثل عيسى كذلك. إذن انطلاقا من هذا الجدول تلاميذي، أكيد أننا تعرفنا على رسم الألف اللينة والتعليل،
كيف تكسب الألف لدينا، ووضعنا قاعدة تلك الألف، فبالتالي لا نتركها للصدفة، بل نتحكم في كتابتها ونرسمها بشكل صحيح حسب نوع هذه الكلمة وحسب قاعدتها. إذن تلاميذي، سنصل إلى السنتاج الثاني وهو كالآتي. أولا، تكسب الألف اللينة ممدودة في آخر الأسماء والأفعال الثلاثية المعربة بطبيعة الحال التي يتغير آخرها إذا كان أصلها واو، مثل الفعل تلا والعصا. ثم تكسب الألف اللينة مقصورة في آخر الأسماء والأفعال الثلاثية المعربة أيضا إذا كان أصلها ياء، رمى الفتى. بينما تكسب الألف اللينة مقصورة في آخر الأسماء والأفعال الرباعية أو فوق الثلاثية فأكثر، تمنى مصطفى، تكسب مقصورة إلا إذا كانت مسبوقة بياء فتكسب ممدودة. وأخيرا، تكسب الألف اللينة مقصورة في آخر الحروف مثل إلى، على، بلا، حتى، وتكسب ممدودة في باقي الحروف مثل لولا، كلا، إلا، ما وغيرها. تلاميذي، نصل إلى نهاية درسنا، لكن قبل ذلك سنجمع هذه الاستنتاجات في في خطاطة وهي كالآتي. استنتاجنا العام لهذا الدرس: تكسب الألف اللينة، تكسب تكسب كيف؟ تكسب ممدودة. متى تكسب ممدودة؟ تكسب في آخر الفعل والاسم الثلاثي ويكون أصلها واو، دعا، يدعو، العصا، عصوان. وفي آخر الاسم والفعل فوق الثلاثي ومسبوقة بياء، استحيا، هدايا. وفي آخر بعض الحروف والأسماء المبنية، الأسماء، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، ضمائر منفصلة، أنا، هذا، والحروف ما إلا. بينما تكسب مقصورة متى؟ تكسب في آخر الفعل والاسم الثلاثي ويكون أصلها ياء، مشى، هدى. في آخر الاسم والفعل فوق الثلاثي وغير مسبوقة بياء مثل انتهى، مستشفى. بينما في بعض أيضا تكسب مقصورة في آخر بعض الحروف والأسماء المبنية، الحروف مثل على، إلى، والأسماء المبنية مثل لا، لدى، ومتى. تلاميذي، نصل إلى نهاية درس اليوم، وكما تعودنا سنقوم بتطبيق لهذا الموضوع. السؤال هو كالآتي: أتمم بالألف اللينة المناسبة. الجملة الأولى: اشترى جحا هدايا لجيرانه. الجملة الثانية: متى عاد الفتى إلى هنا؟ أعيد: اشترى جحا هدايا لجيرانه. الجملة الثانية: متى عاد الفتى إلى هنا؟ فكر في الإجابة. فكرتم؟ إذن سنقوم بالإجابة. الإجابة هي، تابعوا معي، أتمم كما قلنا بالألف اللينة المناسبة: اشترى جحا هدايا لجيرانه. اشترى بالألف المقصورة، لماذا؟ لأنها غير مسبوقة بياء، بينما جحا بالألف الممدودة لأنها اسم أعجمي. هدايا مسبوقة بياء. في الجملة الثانية: متى عاد الفتى إلى هنا؟ متى من الأسماء المبنية التي تكتب الألف المقصورة. الفتى أصلها ياء، الفتيان. إلى من الحروف التي تكتب بالألف المقصورة. وهنا من الأسماء المبنية. أتمنى أن يكون إنجازكم موافقا لهذا الإنجاز. ولكن لتثبيت هذه المعلومات أكثر، أدعوكم التمرين الآتي على دفاتركم. أتمم النص الآتي بالألف اللينة المناسبة. استمعوا:
ساق الراعي الغنم إلى المرعى وتحت ظل شجرة انزوى جلس. لم ينتبه إلى الذئب وقد عوى صوت الذئب عواء. دنا العويل عفوا دنا أي اقترب. دنا اللئيم من الغنم وما خاف العصا. كلا إن الراعي ما غفى لقد درى بالذئب فجرى وعليه بالضرب هوى فأنجى الغنم ونجا. إذن هذه أو هذا النص يتضمن كلمات تنقصها الألف يجب أن نركز فيها. نحول لي المثنى إلى المضارع، نراها المسبوقة بيا أم غير المسبوقة بيا من الحروف من الأسماء المبنية، ثم نكتبها بشكل صحيح باستعمالنا لون مغاير. إذن هنا نصل إلى نهاية درسنا اليوم، وإلى اللقاء بدرس مقبل إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.